الفا الفا رابتر. هذا من جاي يضربه؟ لا 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 لا. لك ابو تفله بعد عايش والله. عالم مال شو اسمه المودات اللي لعبناه قبل فتره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، شلونكم حبايب؟ ان شاء الله طيبين. رجعنا بعالم ارك ريفايفل اسندنت. طبعا هذا العالم بعده دخلت على مود قلت نجرب الجيجانتو رابتر داينو المفروض اللي كان ينزل في ماب راجناروك ولكن نزل توه. قبل لا نبلش خلونا نصلي على الحبيب محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نذكر الله ونقول بسم الله، لا تنسونا من اللايك والاشتراك. طبعا هذا احد الداينوات الهايبر ريكس الهايدرو ريكس. طبعا المود هذا مو ذاك المود القوي ترى، يعني بس بي الديمونيك ها في شويه يعني شغلات حلوه، ولكن البقيه ما عندهم اي افكتات واي شغلات. المهم احنا اللي راح نحتاجه المفروض انه ننتج بيوض. اوكي، هل عندنا بيوض هنا؟ شو اسمه؟ لا اريد بيوض فيرتلايزر. اريد ايوه شنو اريد بيوض فورتلايز. اعتقد هذا يصير لو ذولا تقول لي ما يصيرون الا بيوض اعتيادي. على العموم راح نزاوج ذولا ونحاول نحصل منهم على بيوض فورتلايز. وين بيهيفير انيبل ميتنج؟ نجي على هذا بيهيفير انيبل ميتنج، نحصل منهم على بيوض. حلو، على مود نجي هاي البيوض او مي، على مود هاي البيوض نستفاد منه بترويض الجيجانتو رابتر. طبعا الجيجانتو رابتر خلينا نشوف وين احنا نلقى. دقيقه ما يرسبن هوايه. طبعا اوبن فايندر جيجانتو رابتر هياته، نكتب 600 هنا على مود يعطينا داينوات ما بين ال 600 وال شو اسمه. طيب عندنا ليفل 45 هنا، اوكي هنا اثنين اكو. اوه 405، لا تقول لي هذا 455، لا 45 هذا، هذا 405 صح؟ لا والله 45، لا ذاك 405، اي هذا ال 45 نوخره خليه، ذاك 405. ليفل اسطوري، ليفل جوزولوز، بس ترويضه شويه ممكن يطول ويانا. لا يطلع يريدون بيض مال شو اسمه مال برونتو هيجي بيض، يعني بيوض عملاقة سالفة داتشي ذا هيج. ولا يطلع هذا لأنه بيض مال مود ما يصير، أنا خايف من هاي الشغلات، لا يكون بيض مال مود وما يصير. المهم دقيقة، أنا إذا شمرت البيض هيجي ما يفقس، أخاف يفقس، ما في قعد ياكله ويفقس. اي والله لا، هيلث ايج هيلث قاعد ينزل. طيب اول شيء احتاجه الجيلي سوت، نحتاج جيلي سوت. اوكي هاي ظلمه هنايا، شوفوا هنايا عندنا جيلي سوت. على الاسف اضطريت انه اقتل هذول البطاريق ملاتي، لابد نحصل لنا على بوليمر. راح نجي هنايا شو يحتاج بعد الجيلي هذا، يحتاج الى هايد وفايبر. هايد موجود هسه، لقيت موجود بي، احتاج ان الهايد ماكو هنايا، هذا الهايد نلقى هنايا هايد. لا هنايا، لا هنايا الفايبر هنا موجود. نشوف نكتب هنايا جيلي، خلينا نشوف يطلع جي اتش، نكتب هذا هذا. اوكي يراد لنا هايد، والله هنايا ماكو هايد. لا شو السالفه لهالدرجه؟ شو اسمه؟ لحظه خلينا نشوف هذا الهايد يرهم، هذا هايد جي اتش. اوه والله يرهم، الله يرهم. بهاي الطريقه احنا هسه عندنا الجيلي سوت، شوفون اكثر واقعيه طبعا من الارك الاعتياديه. فقس انفقسين، طاح حظكم، ما اريد تفقسون انتو. خلينا ننطلق هسه نروح نجيب هذا الجيجانتو رابتر، واعتقد ما راح يجي بالبيض اللي انا محضر له اياه، البيض مال ثيرازينوس ما اعتقد. اتورط، راح اتورط 100%. تعرف وين الام؟ ابو تفله وربعه، ابو تفله وربعه.
وتفله وربعه واخره منه. الامايه هنا خلوني اشمر له. ابلعوا راح له. لا تقول لي ما يروح الا البيوت كبيره هسه وقته بالله. الفا رابتر الفا. بس لا يجي مخو الشغله اذا الامايه تموت. جاي ياكل بمجال لو لا زعلان. شبيك زعلان حبه؟ يطلع برا وتعال. اعتقد ما يرهم هسه لازم يكون برا. هذاك البيض بعده ما ماكله، بعده ملتهي وياه. ليش هذا ما يطلع؟ والله طلع. اي هسه راح يرجع. حلو، اجا. اوكي. لا بالغلط. هذاك سويته. لازم من يطلع لي العلامة اعرف شو يسوي، هو أول ما يجي هيك يسوي يعني فرحان. ايه. هسه راح يسوي حركة. لا اشرد. سوينا له حركة. والله ما يفيد، ما يعوفنا هذا. اذا نطير نروح بعيد الا اذا هيك. اوكي خليه يقتلنا. بس المهم يعني لا يروح لمكان مثلا بي داينوات يقتلوه. ارجع له من جديد عادي. عادي اقدر ارجع له. يلا 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 وينه؟ وين جاي يروح؟ تعال معود. تعال ما صدقنا الامه طلعت. تعال يا فد رقصه. يلا يلا عافيه 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 حباب. يلا يلا يلا. بلو؟ شلون؟ شو يا ما انتبهت يا حرف اكس مدري يا حرف كان. لا كيس يرجع من جديد اعتقد. هذا من جاي يضربه؟ لا 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 تعالوا هنا. لا تروحون على جيجانتو رابتر. كمان اقتله. اذا يروح على جيجانتو رابتر يقتله ما اقدر اروض الصغير بعد. إذا يقتل الأب هذا مدري الأم إذا يقتل الأم بعد ما يتروض الصغير يكون زعلان هيك شي. بس الذبان لا يجون يخربون علي شغلتي. تعال معود تعال عندي شكليت. تعال انطيك شكليت. يلا اي عافية. خلي انتبه الأحرف شنو الأحرف اللي تطلع. اس اي دي سوى حركة مال الدي دي. لا لازم بوك لازم من يسويها ادوس من يختفي لهذني الشغلات ما شت. تعال هالمرة انا اقول لك نجيبها صح. المرة نجيبها صح. هلو يلا مال الفرة سوى اي اشرد لان شبع ذاك. اوكي لازم من جديد نذبل البيض وهاي لازم ننتبه المرة اذا سوينا بالغلط يقوم يزعل والتايمينج ينزل. طبعا اللي اكتشفته انه الداينو هذا لازم نجيب له بيوض كبيرة الحجم على مود يلتهي بالاكل مال البيض بمدة اطول. فراحت مثل ما تشوفون اروض البرونتو على مود نجيب بيوض كبيرة. قومنا كمان برونتو ومثل ما تشوفون ثلاث برونتوات جبت على مود البيوض بشكل اكبر احصل عليها. جمعت كمية بيوض ورحت بالبومة لمنطقة وجود الجيجانتو رابتر. وصلنا هنايا ولقينا الجيجانتو رابتر
تذكر طبعا البيوض هاي فتشي مال شو اسمه مال هذا لو عندك جيجا هم يفيده بيوض كبيره الحجم المهم فتشي اسطوري ياخذ مده اطول. رجاله وكالعاده طبعا جاء ياكل من البيض ورحنا يم البيبي 3 محاولات وروضته طبعا هذا انا مسرع التايمينج لكن هذا ليفله 405 ليفل كلش عالي طبعا من روضته سحبته بعيد عن العش قلت على مود انه لا يجي الام يهاجمني وايضا يهاجم البيبي من بعد ما تروض ولكن اللي ما اللي هاجم البيبي هذا هو التوكسيك البيتا العفو البيتا وايضا وياه البيتا باراسور. خلصت على البيتا دودو شوف فجأة جاء البيتا باراسور يضربه هو هيلا قليل هم زين لحقت عليه يعني إلا شوية كان ويكتلو صراحة يعني تدمر تدمر. جيب واحد سدل معلم عطاه العب هلا أبا شلون صاعد أبا شلون صاعد بالعكس بالعكس صاعد فللنا الهيل ماله خلينا نجرب أحسن. أوه شت هذا الأخير معالي لا زين نقدر له يعني أوكي ها ضرب الأخ عنده هذا أقوى أبلع وين يعني تفسي إذا بفسوة هذا شوف لتشوف بعد شنو قدامنا هيلا كلش عالي هيلا 20,000 واني هنا بعدني ولا ليفل يعني ليفلين انطينا له بس وسرعته كلش رهيبة صراحة يعني فتشي هذا المخلوق نقدر ناخذه لو شنو شي يسوي wild babies tracked and no tamed baby imprint required يقدر ياخذه لو شي يسوي يعني يسوي imprint لل اوه شت قتلناه خطية لا تعال يا تعال ولك جاء ابنك هنا يا جبان تفلت مني باع كل البيبي صار الإشارة عليهم أوه مثل شو اسمه يطير تقريبا مثل التيرور بيرد طيران هيك مثل التيرور بيرد هيك يعني بس يبقى بالجو وينزل خفيف أبو تفلة أبلع أبو تفلة أبلع هذا شنو باع هيلا 16,000 نقدر له متأكد أدري دمي نزل بهواية باع وصلنا 10,000 وديسي تاني أو أبو تفلة أوه هذا أبو تفلة خطير ترى خطر كلش هذا ضربة واحدة يموتنا هذا أبو تفلة ضربة واحدة يموتنا هذا عوفه والله ضربة واحدة السلام عليكم يسوي لنا أوكي عندنا شغلات هواية بهذا الداينو يحتاج لشرح مفصل ولكن راح نجرب شغلة نسويها هسه اللي هو هذا الصراخ نسويه ندور على بيبيز عندنا بيبي هنايا لازم اقتل الاب يعني هسه قلنا بيبي بس مو دودو اوكي طلعوا اوه صدق هاي الشغلة عنده ايج ليفت سادل سلوت نخليه هنايا يقعد يفقس مو انكيوبيشن يفقس يقوم برونتو يقدر يشيل يعني خلي يفقس هذا فقسه والله هاتش والله فقسه نايس خلي نشيل هذا هسه حاليا هو هنا يقعد يفقس لا الا يخليه بال ما يصير بعد نشيله لازم نخليه يفقس طيب ننزل شو نسوي نقول له هيك هذا فيذر نقدر ناخذ هذا نستفاد منه هذا الفيذر طيب هذا البيبي وين الو ينطينا مهمه لازم طيب ما يصير ليفل ريستينج اوكي هذا هيل هل يصير هنا لا اعتقد الي يصير هذا يوز ا فيذر بيك فروم ات جيفز ا بيبي شانس اوكي ينطي شانس للبيبي يقول لنا اقتل هذا لا انت البيبي انت ما لقيت الا هذا يهو هذا ليفل عالي هذا هيلا عالي معود ما لقيت غيره يعني هذا راح يقول لنا كل شوية اقتل فلان مخلوق على مود يحصل امبرنت اوكي ابلع
راح نموت راح نموت. ابلعوه. راح يموت هذا. حلو قتلناه. حصل امبرنت. شلون اعرف الستاتس ماله؟ اوكي رايد عندنا اكسجين انفنتوري. هذا نقدر نسوي له ريموف. اوكي شوفوا نقدر ننزله. لا اوكي نقدر نشوف الستاتس ماله. امبرنت صفر. اوكي ليتس جو. اقدر اخلي يم اكل. خلينا نخلي بحض يمك. اعتقد اقدر اخليه هنا الاكل. اوكي شوفوا اعتقد اقدر اخلي الاكل هنا. اوكي طانا واحد اللي اخنقتله. ريستنج وات عنده كول داون بين القتله الاولى والثانيه يعني بين هذا الكل وذاك الكل. هسه هذا نسوي له هاتش وصار عنده بروتو. همينه لك. هلا والله. شت. زين هذا هو يوكلهم غير هو يعطيهم اكل اعتقد. توت وشغلات كل شيء اكو كل شيء اكو. هذا نقدر ننطيل البيبي. تعال خلي ننزل ننزل فد بيبي. ننزل هذا. اقدر اجي يم هذا وانطيه اياه. يوز ما يصير هسه ليش؟ بيبي باي تشانس تو هاير هيلث ذات فروم هيز بيرنتس. ياخذ هيلث اكثر من الاب والام مالته. نجي هنا هسه نخلي هذا. بس اريد اجرب شغله. ردت اجرب شغله الا وهي انه نجيب لنا وايلد بيبي نحصل. تعال 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 اقدر اسوي لهم كليم. اي والله ابلعوا. عوفوا البيبي مالي. عوفوا البيبي مالي. لك هلا والله روضنا بيبي. وين البقية؟ تعال 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 انت هم. لك هلا لك هلا والله. تعالوا تعال انت اللاخم. صعدنا اثنين رافترات وربا حلو. يلا هسه انطوني مهمة اقتل لكم بيبي. اقتل لكم ابو تفلة. ابلع. نطالع ليفلات هذا. يلا ليتس جو. هي انت ايش قد ليفلك؟ لا تقول لي انطاني مهمة اقتل هذا المثك. لا اقتل هذا. لا حلو. هسه هذول يقول لك جوعانين ما ادري شلون هيك شيء. لازم نسوي لهم الصياح. والله جايني. لازم ما نخليه يقترب. فالرابتر مختفي ما ادري وينه. يمكن قتله. يمكن الضربه ما تجتي بالرابتر. انا اقول لكم هذا الجيجانتو رابتر مو مال مودد. مو مال مودد الا اذا يسوون واحد من عنده مود. هذا كبر. اي والله كبر ونزل له ولا مات خطيه. اتس اوكي يا عيال. هذا هو الجيجانتو رابتر. طبعا بني كوما شغلات. بي الامبرنت وبفز بف مال امبرنت. هسه هذا الرايتر امبرنتد اربع الرايدر امبرنتد 40% دمج ينطي. دمج زائد الرايدر يعطي للرايدر ودمج زائد 12% يعطي للاطراف ما تعتقد اللي موجودين وياه بالجروب مالته من يصير بجروب. وينطي ريزيستنس ايضا 12%. ففتشي رهيب هذا الجيجانتو رابتر. والله قلت لكم يعني اذا انت جاي تلعب مودد هذا يعني يفيدك بس ما يفيدك للامبرنت. عندك هيك مخلوقات قويه لا صعبه. يا ابطال لهنا وصلكم نهايه الحلقه. اتمنى تكون استمتعتوا. ما يكون حلقه عجبتكم حارك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وتوب اليك. شوف الحلقه الجايه ابطالنا. مع السلامه.